بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين uh, welcome my dear respected brothers and sisters to the Quran Tajweed and the Hadith class inshallah of today uh, today inshallah we'll recite the ayat from al From ayah 36 until ayah 44, inshallah. If you have this mus'haf, the page number will be 325, inshallah. <clears throat> so I invite all brothers to to take the mus'haf and to follow us, inshallah. Uh, as usual, we used to recite the ayat together.

I hope everyone is ready inshallah to start reciting Surah Al-Anbiya from Ayah آية 36 inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ إن يتخذونك إلا هزوا وإذا رآك الذين كفروا إن يت... يتخذونك إِلَّا هُزُوًا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم اهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون سأريكم آياتي فلا تستعجلون خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ حين لا يكفون حين لا يكفون عن وجوههم النار عن وجوههم النار حين لا يكفون عن وجوههم النار، ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتبهتهم فتبهتهم

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ بل تاتيهم بغته فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ وَلَا قَدِ اسْتُهْزِئَ ﴿وَلَا قَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ ﴿وَلَا قَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ ﴾ ولا قد استهزئ ولا قد استهزئ برسول من قبلك برسول من قبلك ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون منهم ما كانوا به يستهزئون منهم ما كانوا به يستهزئون فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون

فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلاكم بالليل والنهار قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ يَكْلَأُكُمْ قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ قُلْ مَن يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ۗ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ بل متعنا هؤلاء وآباءهم هؤلاء make it the first one two the second one four ها ها أولائي so two and four أولائي so هؤلاءي because uh, if some brother make it two First one and some brother make it four, it will make some troubles. So we all, Inshallah, make first one two, second one four. First one jazz. So we make it two. We say قصر المنفصل. قصر. قصر المنفصل. قصر المنفصل means to make it two حركة. So we have the Ja'iz is munfasil, okay? Ja'iz is munfasil, When we have mad, and after mad, Hamza in two words. So, like this one, ha uh, Here uh, we have two mad, this one and this one. The first one, this one, ja is munfasid. Why? Because these two words, ha, this one word, and then ula, okay? These two words, the mad here, and then after that, hamza. And there are two words, okay? Uh, of course, when we write it uh, like this one, uh, this alif will be wow to, to be uh, uh, yeah, similar to the, the dhamma so the first one this one uh, is munfasil we can make it two or we can make it four ok if I make it two it means we say qasr qasr المنفصل قصر when you hear this word قصر المنفصل means to make it to قصر المنفصل means to make it to okay if you hear the other one مدتو al المنفصل If you wear this one, مد المنفصل means to make it four. مد المنفصل, four. قصر المنفصل, two. Okay. So the first one, this one, let's make it two. So two, it will be قصر المنفصل. The second one is واجب متصل. واجب متصل. واجب متصل. Why Because the Mad and the Hamza in the same world. There's no two, not two words. So this one, of course, we make it four. So the first one will make it two, second one will make it four. So we'll say like this one. بل متعنا هؤلاء وآباءهم وآباءهم آباءهم مد واجب متصل فور حركات وآباءهم بل متعنا هؤلاء هؤلاء واباءهم بل متعنا هؤلاء واباءهم حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ, عليهم العمر. حتى حتى طال عليهم العمر عليهم العمر حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا يأتي الأرض ننقصها أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها انا ناتي الارض ننقصها 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 من اطرافها ننقصها من اطرافها من اطرافها افلا يرون انا ناتي الارض ننقصها ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون أفهم الغالبون أفهم الغالبون الحمد لله we recited that Together, إن شاء الله now I will recite for you please listen إن شاء الله carefully بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم الهه تمنعهم من دوننا لا يستطيعون يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. So, <applause> الحمد لله, we recited that two times. Uh, if you uh, you find some ayah difficult, I can repeat it again. No problem, inshallah. If some brother or sister there is some area آية difficult for him or for her you can tell me inshallah and we can repeat it again inshallah yeah 44 yes حتى yes حتى uh, uh, yeah, the, this one is difficult because we have حتى تا and then طا ta. so تا ترقيق وميك ات soft ان طا ta, Some people, when they make it, they will make it all tarqiq. They will say حتى طال، حتى تا. It will be like تا تا. Uh, but actually, it's تا ط. So حتى طال. حتى طال. Hmm. Yes, it needs uh, practice. حتى طال عليهم العمر. Like this one.

ذا مد كفروا كفروا يتخذونك هير براذر وي هاف ادغام ادغام مين ذيس نون از براذر ما شاء الله ذيس نون بي انترد ان ذا ياء سو ات ويل بي بي لايك دبل ياء ون دبل يا سو سي اي يا اي يا يا اي يا تو بي لايك دبل دبل يا يس وي كان ريسايت ات اجين كي واذا راك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا اهذا الذي يذكر الهتكم

تا تا طي تا طي so together تا طي تا طي yeah it needs breaks yeah the whole world فلا يستطيعون ردها يستطيعون ردها yes like like this yes mm. 42 42 ah same 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 yes the uh, uh, 42 ah uh, you mean 43 yes la uh, yeah. ya yeah, yes yes so same ta'ti yeah the meaning of the ayat

let's talk about the meaning of the ayat in, in very short uh, the first ayah, uh, when the kuffar used to see the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam they used to you know look, looking down to him and say ah, this person is chosen by by uh, this person the one who is abusing your your uh, gods hmm? uh, so they used to look down to the prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam and say oh, this is a person who is uh, abusing your your uh, uh, idols your gods hmm? وهم بذكر الرحمن هم كافرون يعني actually here why Allah سبحانه said وهم بذكر الله هم كافرون he said بذكر الرحمن يعني this here also having a meaning actually وهم بذكر الرحمن هم كافرون يعني الله سبحانه وتعالى the most merciful hmm? even for for those people they are كفار but if they make توبة if they correct themselves to be on the right path then Allah سبحانه وتعالى the most merciful he will accept them خلق الإنسان من عجل the second ayah آية very important Allah سبحانه وتعالى said the, the 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 man uh, uh, is in hurry yeah, created created the man created in hurry it means uh, uh, the man always in hurry to see the results uh, and this is the habit of all of us you want to see the results very soon huh? but allah subhanahu wa ta'ala having his own time and uh, for example when you, when we see now

Uh, الله سبحانه وتعالى سيد لو يعلم الذين كفروا كفار uh, هو denied the أخره دنايد denied الجنة و denied النار جهنم the, uh, the time when they will go to جهنم they cannot they cannot protect themselves from جهنم and الله سبحانه وتعالى here used their faces and their backs.

درجة جهنم سبحان الله بل تأتيهم بغتة ذا يوم القيامة والكم صدن لي يعني سبحان الله إن ذا حديث when the قيامة starts the people it will be very sudden for them يعني الرسول صلى الله عليه وسلم he said in the حديث when the قيامة starts

Uh, to the worst people, the worst people, they are the people the Qiyama will come to them. Hmm? Uh, then after that ولقد استهزأ برسوله من قبلك يعني الله سبحانه وتعالى saying to the prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم you are not the only one uh, the kuffar looking down to him there are many other أنبياء of, before of you.

بل متعنا هؤلاء وآباءهم الله سبحانه وتعالى جيف a lot of things to uh, those people and their uh, fathers until uh, they getting uh, in in very old age أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. This one

Of this part, something you cannot imagine. What they said? They said the meaning here the death of ulama, the death of alim. Why? Because when the alim passed away, it's a very big losing very big big losing for the for the people and for the, uh, the 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 land when when the alim is there he teach people he make people more closer to allah subhanahu wa ta'ala guide people to the right path but when the alim passed away it's a very big lose and allah subhanahu wa ta'ala make it like losing of the physical land now we have the earth okay

Uh, different words أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها سورة نحل أو لم يروا هير أفلا يرون look different the other one أفلم يروا هير أفلا يرون okay هير uh, أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها إن the other آية ألم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها same but just the beginning is different uh, because when when the alim passed away actually uh, it's a very big lose uh, and uh, this one sign of the day of judgment that the knowledge will be taken the knowledge

And they they will ask them for some religious uh, matters, and those people have no knowledge or they are ignorant. They will give that wrong, because they have no knowledge. So they will uh, misguide other people. This is the hadith. Yeah. Uh, so brothers, um, uh, about Tajweed, do you have any question about Tajweed? Uh, there is a صفر مستدير صفر مستدير brothers try to find آه <laughs> ah. mm. صفر مستدير ماهر مستدير مستدير سأريكم بارك الله فيك سأريكم الآية thirty seven can you see, brothers? Uh wow! This wow is no pronunciation, brother Afi. Uh, yes, yes. This one, brother Afi, make it for you. This one, no pronunciation. Forty-one. Sahiru. Mm. Yes, yes. Barakallahu fi. Yes. Uh, also, yes, 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 right, right, right. Any uh, other question for Tajweed? Uh, there is two second. There is one aya here having two second. Which one? Uh huh. Which area? Uh, uh, the ayah? Uh, 41 ولا قدس ولا قد ولا قدس تهزيئ ولا قدس understand it ah because the dal the dal wala uh, qad originally sukoon there is no kasra Wala qadis. Here, uh, this aleph was. No pronunciation, okay. This one, this one, originally, like this qade, this one having sukun so now sukun and here alif was alif was no pronunciation then we have sukun so it means two sukun two sukun one sukun one sukun and as i told you before in arabic Im impossible to make two sukun that's why we have to change the first sukun to be kasra. That's why in the mushaf he write for you like this: "Wala qadis, This. qadis tu, wala qadis tuh zia." Okay. What is it? Uh, uh, the name of the rule. I will write for you in Arabic. التقاء الساكنين التقاء الساكنين التقاء الساكنين, التقاء الساكنين. Uh, ساكنين means تو سكون okay. التقاء means meeting meeting of the تو سكون this one ولا قدس ولا تهزئ yes. but if we stop, the سكون will be will come ولا سكون ولا قد okay but when we continue this سكون because سكون سكون cannot be uh, together uh, we make it كسرة ولا قد استهزئ like this one yeah. 44 أن not أننا أن نأتي أن

Any questions? Inshallah. Okay. Yes. Yes. Mm. No. No. The uh, uh, when. This one sign, one sign of Yaum Al-Qiyamah that the, the sun will come from west, not from east. This one sign, but it, it doesn't mean it, the, the 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 life will finish. No, 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 no. the Life will, will continue. <clears throat> ah, Tauba will not accept when the sun coming from the west. Uh, the the will be closed. Hmm. Not accepted. Yes. Uh, in the hadith, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقَ. The meaning that the ساعة will come on the worst people. Another hadith, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَقُولُ أَحَدَ اللَّه. The ساعة, the Qiyamah will not come until there is no one will say Allah.

الصفات عيسى عيسى عليه السلام يس yes. But after that the kufr will come again yes yes Yes, yes, yes. Will come again. Yes, the kufr will come again and ذا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سيد اباوت يعني انذر يوم القيامه هي سيد 1 بيرسون فروم الحبشه حبشه اوكي اثيوبيا اوكي اه الكعبه اند ذا محمد صلى الله عليه وسلم سيد هي ويل الكعبه 1 باي And he said, I I, I I, can see him. I can see him taking the stones of Al-Kaaba one by one. And he said also his name. Look, he said also his name. Inshallah. Inshallah. In the future, we'll talk about the signs of the Day of Judgment. Inshallah. And then we'll talk in, in details, inshallah, about it. يعني, inshallah. Now let's go to the hadith, Brother Afif.

عن أبي مسعود رضي الله عنه أبي مسعود not ابن مسعود a different. قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن so uh, أبو مسعود رضي الله عنه the prophet محمد صلى الله عليه وسلم said to him recite القرآن for me so أبو مسعود said يا رسول الله I recite for you

Uh, uh, جهنم will never touch them the جهنم the fire of جهنم will never touch two eyes the first eye the one who weeping because the fearing of Allah سبحانه وتعالى here the علماء said the meaning when a person remember his sins his mistakes he remember it and he cry for it this one meaning another meaning when a person focus on the greatness of allah subhanahu wa ta'ala when he look to the mountains when he look to the universe and see how allah subhanahu wa ta'ala is great then he start to uh, weeping this also Another one. So the first one, the first eyes uh, will not be touched by Jahannam, the eyes which are weeping because of the fearing of Allah subhanahu wa ta'ala. The second one, the eyes which uh, guard, guard for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, like, like this a uh, Muslim army, for example, and my uh, time they're sleeping, but they choose some people to guard. So the people uh, uh, spend the night not sleeping, but guarding the other people. These uh, people, also the eye of those people, will never be touched by Jahannam. Yes. Of course, there are many hadiths, but uh, yani, mashallah, now we said two hadiths. Alhamdulillah, ya Al Yes. according to their niya, the niya is important when a person uh, 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 as you said in in uh, guarding the border of the country or something like this yes saving the country when his niya, he is doing that for the sake of allah subhanahu wa ta'ala inshallah he will be shahid if he uh, attacked by some enemies or something he will be shahid

Uh, some appreciate, appreciation from the people. Uh, he is the hero. He is good, and uh, uh, a person fighting for another purpose. So, which one for Which one for the sake of Allah? He said, the one who fight, who fight to make the walls of Allah Subhanahu wa Taala he is He is the one for the sake of Allah Subhanahu wa Taala.

جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله ونستارت لاست ان شاء الله ان فيو مينتس ان شاء الله جزاكم الله خيرا